مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. اليوم عندنا موضوع مهم جدا. هذا الموضوع هو المعارضه مع التحدي، سي لي تروبل دوبوزيسيون اي دو ديفي. اذا كرنا نتكلموا على الاضطراب هذا، ماشي اي طفل يعارض ويتحدى يعني عنده اضطراب المعارضه مع التحدي. تقول له لا تقعد، يقول لك ما نقعدش، بعد ماذا يحدث؟ واش يحدث؟ اصطدام. نعود نرجع إلى اضطراب المعارضة مع التحدي. يتميز هذا الاضطراب بمجموعة من السلوك السلبي، حيث الأطفال غالباً ما يرفضون كل ما يصدر عن الراشدين. حصتكم أولادنا تحت جناحنا الموجهة لكم يا أولياء تجيكم هذا الأسبوع بموضوع مهم، هو المعارضة مع التحدي عند الطفل. المعلم ما لزمش لما يرفض له التلميذ ويتعند وقال لا ما نديرش هذا الشيء أو لازم ندير هذه، ما لازمش الإصرار، سولي أنا أنت. نعم، وإحنا المجتمع الجزائري ما نحبوش العرف، نحبو الديزور، نحبوش الأوامر وما نحبوش النظام. صح. الطفل مليح أنك تكسب الثقة تاعو كما قالت الأستاذة، وأنك تتعامل هي كلش وطريقة كيفاش تعطيله هذوك التعليمات، ولا كيفاش تتعامل مع الطفل باش تتفادى المعارضة مع التحدي لوبوزيسيون. دونك ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا معنا. تابعونا على موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. استنونا في الحلقه المقبله مع نصائح اخرى، وتابعونا ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا والبلد. نحب الجري في كل علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.